طيب نعود إلى الأخ المتصل جديع، تفضل يا جديع. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير. عليكم السلام. تفضل سؤال. يا شيخ حياك الله. كان طعمك جيت صلاة المغرب طايتتني ركعة وقام الإمام وجاب له ركعة رافعة سهو، والمامومين ما قالوا شيء سبحان الله، هل تجبر لي الركعة الثالثة تجبر لي زيادتهم ولا لا؟ إذا كنت علمت أنها زائدة فلا تعتد بها، إذا علمت أنها زائدة فلا تعتد بها ولا تجبر صلاتك. نعم جزاك الله خير. أحسن الله إليكم.